قصة التفاح المشهورة اللي هذه مو قصة حقيقية مو حقيقية مو حقيقية. في كثير من الناس تعتقد أن تفاحة طاحت على نيوتن فطلع القانون ويشتكون منها طبعا، يقول لك ليتها ما طاحت هذه زين فكانوا يعني لكن ما هي حقيقية، ما هي حقيقية أسطورية أبدا يعني. أسطورية وبحثت فيها يعني والناس باحثين فيها بكثرة يعني، لكن لا توجد لها يعني أي أدلة أن فعلا حدثت. يبدو أن ذكرت لاحقا ويعني ربطت مع نيوتن. إيش الموضوع اللي أضافه نيوتن في موضوع الجاذبية؟ الجاذبية شوف يعني واحدة من الأشياء الأساسية، أنت الحين تقول أوكي القمر قاعد يدور حوالين الكرة الأرضية، هل هو يعني ثابت بسبب الجاذبية؟ شو اللي قاعد يصير في هذا الوضع هذا؟ فكان يتخيل، وهذه الفكرة التخيلية اللي أتت له اللي ما أدري شلون تحولت إلى تفاحة. شنو قاعد يفكر؟ يقول تخيل معاي كرة أرضية وأنت عندك مدفع، المدفع هذا تضرب كرة منه تطلع من الكرة المعدنية وتقذف إلى مسافة معينة، تقذف وتنحرف ثم تنزل على الأرض. زين ادفعها بقوة أكبر، تقذف وتروح مسافة أبعد ثم تنزل على الأرض، اقذفها بقوة أكبر، وهكذا تدريجيا تدريجيا إلى أن تقذف هذه الكرة وتدور حوالين الأرض دورة كاملة، وتبقى تدور حوالين الكرة الأرضية مثل ما القمر يدور حولها. فإذا هي ممسوكة بالجاذبية، ولكن عندك العجلة مالتها اللي تحركها، العجلة الدائرية تحركها حوالين الكرة الأرضية فتثبت في مدار الكرة الأرضية.